أهلا بكم. على وقع أنباء اتفاقات هدى لاحت بالأفق، عاش السوريون أياما دراماتيكية بين فرصة التقاط الأنفاس وبين أمل إدخال المساعدات أو بعض متطلبات استمرار الحياة ولو بالحد الأدنى، أياما نغصها بالتوازي وكما اعتادوا استمرار القتل ومشاهد القصف وخروقات مستمرة. لم يكد أسبوع الهدن يمر حتى ارتكبت جريمة حرب، لعلها هذه المرة جاءت بالغة التحدي والدلالات، حين شنت ما رجح أنهما طائرتا سوخوي غارة قصفتا خلالها جهارا نهارا 18 شاحنة مساعدات أممية، فقضت عليها وربما قضت على ما بقي من بارقة أمل من خلالها. وبالحصيلة أصيب السوريون الحالمون المنهكون في مقتل، وتبخرت الهدن وانتشى القتلة بوأدها، فيما عاشت أروقة السجال الدولي بين قلق أمين عام الأمم المتحدة بان كي-مون وغضب المبعوث الأممي دي ميستورا، وتبادل اتهامات بين راعيي الهدنة المتناكفين في واشنطن وموسكو. فإلى متى يستمر القتل؟ ومتى يتأنى نجاح الهدن ووقف عذابات السوريين اليومية؟ وهل باتت المساعدات الإنسانية شرطا تفاوضيا على طاولة الحل السياسي؟ أسئلة نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من جلسة حرة. أرحب بضيوفي في حلقة هذا الأسبوع عبر أو من داخل الاستديو المحامي والناشط الحقوقي محمد صالح خليل. أهلا بكم. أهلا أخي محمد. وأيضا المعارض والناشط السياسي وليد النبواني. أهلا بكم سيد وليد. أهلا. وعبر الأقمار الاصطناعية سينضم إلينا بعد قليل من جدة في سياق هذه الحلقة عضو الائتلاف الوطني السوري ونائب رئيس الائتلاف سابقا الدكتور هشام مروة، وأيضا سيكون معنا من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. أهلا بهاء. أبدأ من عندكم سيد وليد. الهدن بارقة أمل في واقع السوري، في هذا الواقع المظلم كما أريد لها، تعتقد؟ أول شيء اليوم عيد السلام العالمي اللي منعونا دول العالم نحتفل بجزء منهم، فبندعي لهم انه يخلونا نموت بسلام. ما بدنا نعيش، اذا ما بدنا يعيشونا بسلام على الاقل يخلونا نموت بسلام. الهدن بالمطلق هي بارقة امل اذا كانت مشروطه، اذا كانت محدده، اذا كان في تطبيقها سهل ليفيد الناس، وليس الهدن لزياده العسكره وزياده التسليح. طبعا بارقة امل، ودائما مسعالة، دائما مسعالة الهدن، بس تكون مشروطة، ما تكون مفروضة. حتى إذا كانت مفروضة، مفروضة بشروط معينة تضمن نجاحها. شروط أكيد. طب شروط نجاح الهدن سيد صالح عادة من الناحية القانونية؟ بداية في يوم السلام نتمنى السلام لجميع شعوب العالم، وخاصة شعبنا السوري الذي يرى الويلات في كل ساعة وكل دقيقة. بالنسبة لشروط وأولى خطوات السلام هدن، ما هي شروط هذه الهدن؟ بالتأكيد الهدنة هي بداية خطوة في بداية الطريق للوصول إلى السلام وإلى الاتفاقات السلمية. من شروط الهدنة بداية اتفاق الأطراف على أو التزام الأطراف الموقعة على الهدنة بشروط الهدنة، فإذا خلى أحد الأطراف بالالتزام فمعنى ذلك أن الهدنة انتهت. من شروط الهدنة أيضا أن تكون، يعني الهدنة هي أصلا تعريفها هي معاهدة بين الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال القتالية لفترة زمنية معينة، وهي لا تعني وقف الحرب أو الأعمال الحربية إلى ما لا نهاية، بل إلى فترة زمنية معينة لأسباب ربما إنسانية أو سياسية أو إلى آخره. ولكن الشرط الأساسي لاستمرار الهدنة أو تنفيذ الهدنة والالتزام من قبل الطرفين أو الأطراف المتحاربة. وكي نعلم ما هو مقدار هذا الالتزام ينضم إلينا من حلب بهاء الحلبي ميدانيا. بهاء، اليوم بماذا تخبرنا من خلال متابعتكم على الأرض؟ ماذا لديكم من معلومات من حقائق رافقت الهدنة ولاحقا رافقت خرق هذه الهدنة؟ أهلا بك سيد هاني. بالحقيقة يوم مؤلم كالأيام السابقة، لحظات تعيشها الحلبيون لحظات قاسية جدا. يعني اليوم هناك 14 شهيد معظمهم من الأطباء بعد استهداف إحدى النقاط الطبية بالقرب من خان طومان. استشهد عدة أطباء من بينهم الشهيد الدكتور عمر الواقي من مدينة الباب وعدة أطباء آخرين استشهدوا نتيجة هذا الاستهداف. طبعا أيضا هناك استهداف لعدة أحياء داخل حلب، القصف مكثف جدا ولا أحد يتخيل هذا القصف الذي ينهال على الأحياء السكرية. نتحدث عن غارات على حي السكري، حي المشهد، صلاح الدين، الصالحين، منطقة جسر الحج، طريق الباب، الميسر، الجزماتي، يعني جميع الأحياء في داخل حلب تقصف بكثافة. هناك أكثر من 7 شهداء حتى اللحظة في داخل الأحياء السكنية وربما تزداد، فالقصف إلى الآن مستمر والطائرات ما زالت تحلق بكثافة جدا وأصواتها مرعبة يخاف منها الأطفال بشكل كبير جدا ولا أحد يستطيع تقديم لهم أي شيء. المعاناة داخل هذه المدينة معاناة كبيرة، من قصف، من استهداف للمشافي، من استهداف لحتى الطوافل. طيب، وتيرة القصف بها يعني التي رافقت الهدنة كيف كانت؟ تتزايد، تتناقص، أم هي على ما هي عليه؟ صف لنا. عندما في أول أيام الهدنة صراحة الهدوء عم حلب وكان هناك يعني نوعا ما حالة جيدة للمدنيين، ولكن كان هناك حصار. ولكن القصف العائق الأكبر أمام المدنيين خف وأصبح بشكل يعني ربما خفيف أكثر من السابق. ولكن بعد أيام 4 أيام من الهدنة بدأ جحيم القصف، بدأت الطائرات تقصف بكثافة. منذ ليلتين تقريبا قصفت أحياء حلب بأكثر من 100 غارة خلال نصف ساعة فقط، خلفت 40 شهيد. كانت ليلة مؤلمة على المدنيين داخل حلب. أيضا البارحة نفس الأمر، القصف مستمر على المدينة. أيضا اليوم قصفت عدة أحياء وعدة مدن أيضا في ريف حلب الغربي، في ريف حلب الشمالي كعندان، كفر حمرة، حريتان، أيضا في الغربي الأتارب، وأيضا في الجنوب خان طومان. القصف يعني مكثف، الطائرات لا تترك حلب ابدا، يعني الطائره تاتي بدلها عده طائرات، يعني سماء حلب دائما مكتظه بالطائرات صراحه وترسل الى المدنيين الصواريخ وتقصفهم بالقنابل العنقوديه والفسفوريه، فلا تترك اي سلاح الا وتقصفه على الامريه داخل حلب. طيب، ابقى معنا بهاء. في ردود الفعل الفوريه على قصف قافلة المساعدات، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا عبر عن غضبه بشأن الهجوم الذي استهدف القافلة وندد بالقصف الذي تعرضت له هذه القافلة التي تتبع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، ووصف ما حصل بالهجوم المقزز والوحشي والمتعمد، وناعتا من قصف هذه المساعدات بالجبناء الذين يجب أن يحاسبوا على أفعالهم. أيضا الموقف الأمريكي الرسمي يوحي دون أن يؤكد بأن الفاعل هما طائرتان من طراز سوخوي 24. المواقف الغربية ربما أغلبها باستثناء الموقف الفرنسي يفعل الأمر ذاته. وليد، سياسيا الكل يندد، لكن لماذا لا أحد يسمي الأمور بمسمياتها؟ يعني لأول مرة بيطلع بان كي-مون بيصرح بالعلن بأنه نظام مسؤول عن القصف، عن خرق الهدنة وعن قصف قافلة المساعدات اللي هي بالأساس طالعة من مناطق النظام اللي محملة من الهلال الأحمر السوري، وليس الهلال الأحمر التابع للمعارضة أو الهلال الأحمر السوري. المساعدات طلعت من مناطق مرت بحواجز النظام. سياسيا مختلفين رعاة الهدنة، مختلفين أكثر من راعي، أكثر من فصيل. الوحيد المسيطر أو فينا نقول إنه النظام مع روسيا اللي هن في اتجاه واحد عم بيقرروا، بينما المعارضة الكل الغالبية الرعاة أمريكا، أوروبا، دول الخليج، السعودية، تركيا، إلى حساباتها الأخرى. فالهدن لذلك ما كانت تسمى الأسماء بالأشياء بمسمياتها، لا سياسيا ولا اجتماعيا لأول مرة. بعدين في القرار الأممي اللي بيسمح لا، ما قصدته أنه لماذا لا تسمى الأمور يعني الفاعل، يعني اختلاط الامور بين الرعاة. يعني طائرات تقصف قافله، من لديه طائرات؟ هل هي المعارضه؟ لا بالتاكيد بالتاكيد يعني اذا بالتاكيد لاول مره يعني لاول مره بان كي مون بيحدد انه في طائرات وامريكا بتحدد بانه هذا الخرق تم من قبل الطيران النظام والسوري قالت يعتقد الروسي والسوري يعني يعتقد يعني تركت مجال هذا يعتقد يعني هي عباره عن رساله ما أنا مبطني ابدا بس ما بدت يعني تعمل تاكيد على انه والله رغم انه التقنيات الامريكيه والاوروبيه قادرة تحدد بالضبط ساعة الخروج والروس ما عندهم مشكلة بيقولوا انه 18 يعني قافلة من 18 شاحنة احترقت بعدين حتى لو ما دققنا يعني على المساعدات على المساعدات يعني ب 18/9 قبل نهاية اليوم من بداعل قصف نظامي واضح على داعل ادى الى 11 شهيد اعتقد الصورة توضحت اكثر قبل مجيئي الى الاستوديو يمكن بساعتين من خلال مجلس الأمن وزير الخارجية الأمريكي كيري بالضبط يعني بالحرف قال من لديه الطائرات روسيا والنظام فليعترف أحدهما بتلك الفعلة لذلك قلنا في ردود الفعل الأولية يعني الخبر جديد. طب قانونيا صالح أسألك ما نوع مثل هذه الجرائم حين تقصف هذه القافلة ليس فقط قصف لمدنيين وحسب بل حتى لسيارات أممية وبرعاية أممية ما نوع هذه الجريمة؟ بلا شك هي جرائم حرب جرائم إبادة جرائم يعني من أخطر الجرائم التي يرتكبها جهة معينة أو شخص أو جهة الجريمة يعني الجريمة لا تقاس فقط بمقدار الضرر وعدد الضحايا الجريمة هي جريمة كبيرة لأن هناك هدنة والذين وقعوا على الهدنة هم الذين قصفوا هؤلاء الناس أو المدنيين يعني في بداية الحديث تكلمنا أنه من شروط الهدنة من شروط نجاح الهدنة أن يلتزم الأطراف بتنفيذها حتى كما لو أنه في يعني تحدي يعني أنه قافلة أممية ترعاها الأمم المتحدة يراقب خط مسارها بالدقيقة وبالساعة من قبل الأطراف الراعية لهذه الهدنة. هلا روسيا لأنه هي اللي عملت الهدنة مع أمريكا كيري مع لافروف هن اللي حددوا الهدنة وبتاريخها من 12 ل5 أيام ل 19/9 من 12/9 ل 19/9 اسبوع تقريبا حتحولها حتلبسها للنظام انه هو اللي قصف حتطلع منها باي طريقه سخوي او ميغ او اي شيء لانه مشان تظهر بانه انا ما خرقت الهدنه يعني كل هذه لبستها يعني اوحت مره للمعارضه انه قالت انه هم احترقوا بالضبط يعني ما بنعرف كيف 18 شاحن ممكن تحترق بنفس الدقيقه ولحالهم يحترقوا او قالت كمان انه في طائره بدون طيار امريكيه كانت تحلق فوق يعني في نقطة أنه روسيا في بداية الهدنة أعتقد صرحت أنه لديها كاميرات أو عناصر مراقبة لمراقبة من يخرق الهدنة يعني هاي الهدنة يعني كانت هي مصرة في البداية أنه مفروض أن الهدنة ما تخترق ولكن الأمر باعتبار القصف بالطيران خرق الهدنة كان بقصف طيران الأمر معروف يا أما النظام أو روسيا. نعم. بهاء بالعودة إليكم، كيف نظر الأهالي بالشمال السوري خصوصا إلى فكرة الهدنة وفرصة الهدنة كبارقة أمل؟ أولا لو سمحت لي أن أذكر المعلومات بالنسبة للقافلات اللي يعشوها شاحنة حرقوا بالكامل. تم استهدافهم عدة مرات وحتى عندما حاول الدفاع المدني إطلاق الحرائق وإنقاذ المتطوعون فتم قصف القافلات مرة أخرى فكان ضرر ضخم في القافلات. على سيرة القصف كونك أشرت لهالنقطة بهاء يعني الرواية الروسية أنه احترقوا يعني ماذا لمستم أنتم على الأرض يعني في 1000 فرق بين احتراق سيارة وبين قصف سيارة. أولا أقلعت طائرات مطار حميم هذا المطار لروسيا تم قصف المنطقة بالصواريخ تم قصفها المرة الأولى احترقت بعض السيارات طبعا القصف خلف حرائق فالمواد اشتعلت وسببت حرائق حتى معظم الشهداء هم تحولوا إلى جثث متفحمة فتم استهداف القوافل بأكثر من غارة حتى عندما ذهب الدفاع المدني تلك المنطقة تم استهدافهم فتمت الحرائق لفترة حتى استطاع الدفاع المدني إطفاؤها اندلعت نتيجة القصف الجوي، وهذه معلومات مؤكدة وهذا ما نشاهده على الأرض. فروسيا تحاول أن تجعل نفسها بعيدة عن هذا القصف. هي من قصفت، هي من تقتل الأطفال في حلب، هي من تبيد الشعب الحلبي، هي من تشارك في حصارهم، فهي مجرمة ارتكبت هذه الجرائم. حتى هي رصدت طوافل المساعدات قبل استهدافها وأظهرتها على وسائل الإعلام. أما بالنسبة لسؤالك، الأهالي داخل حلب أو في خارجها يعني هم لا يثقوا بتاتا بالعالم، خصوصا روسيا المجرمة، فهم يقتلون أطفالهم. ولكن الهدنة التي حدثت كانت يعني نوعا ما جعلتهم في وضع تحرية أفضل بعيدا عن القصف. كان هناك فترة راحة من القصف العنيف، فترة راحة من المجازر التي تعرضون لها. كانت في البداية فترة جيدة، يعني هم ميالون للتفاؤل بها، هذا ما قصدت، يتمنون نجاحها، ينتظرونها كبارقة أمل، هذا ما قصدت. نعم، أي مدني، معظم المدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف يريدون الراحة من الطائرات ولو ساعة واحدة، فمن الطبيعي أن يكونوا مع التهدئة. طيب، مع إبعاد الطائرات، إبعاد الميليشيات الطائفية، فهم يريدون راحة واحدة. يعني من يجلس في حلب أو في مناطق قريبة من حلب يحتاج ربما لدقائق. أشكرك على هذه المعلومات. بهاء الحلبي الناشط الميداني كان معنا من حلب. كي لا يتكرر ما حدث لاحقا، ونحن مقبلون يعني في إصرار دولي أنه لا، لازم الهدن يعني أمر لا مفر منه، وأيا كانت الأخطاء السابقة. اليوم كان في تصريحات واضحة الأممية. كي لا يتكرر ما حدث، ما المطلوب وليد؟ أول شيء خلينا نميز بين جزئين كما قال الأستاذ صالح. شروط أول شيء بين هدنة مؤقتة لفترة زمنية، الفترة الهدنة المؤقتة القصيرة اللي بتساعد فقط لمساعدة الناس وليس لإعادة التسليح، أو الهدن الطويلة اللي تؤسس لوضع آخر على الأرض. في حالتين، الحالة المؤقتة الكل اللي عم بيركضوا مثل ما حكى الناشط بهاء من الأرض، إنه عم بيتمنوا الطائرة ما يطلع لو ساعة واحدة. صحيح ما فينا نقارن بين 2012 وال2016 وال2015 بمستوى القتل، إنما بال2012 لما كوفي أنان عمل الهدنة نزلت نسبة اللي استشهدوا ل 85%، رغم أنه بال 2012 كان عددهم بشكل عام أقل من اللي عم بيصير الآن. شروط الهدنة أنه تكون بين طرفين، وليس رعاة، ومو بكل المناطق. يعني أنت المنطقة هاي بتسيطر عليها فصيل تابع لقطر، مدعوم من قطر. لا، نحن نتحدث اليوم، نحن معلش، لا انا بدي احكي بس شغلي، بس ما بدي فوت لا معلش، يعني اذا ندخل بهذا الموضوع بدنا، صار في وثائق ومعلومات وبيانات، اذا بنفوت بصة التحاليل والتوقعات يعني اعتقد فتنا بمنحى اخر. تفضل استاذ محمد. تجربة الهدنة يعني تجربة عموما اخترق الهدنة، يعني الكل يعلم من هو، يعني اكيد يعني انا ما عم بقول مين، هذاك صفى موضوع اخر، ما عم بقول مين، ربما نناقش النظام هو اللي عم يحكي عن القرار السيادي للمعارضة أو القرار السيادي لفصائل الثورة السورية. يعني إن شاء الله نفسح لها مجالا. أعيده. بالتأكيد التناقضات الموجودة على الساحة السورية سواء من طرف النظام أو من طرف فصائل المعارضة بأشكالها، يعني المصنفة إرهابيا والغير مصنفة، التداخل الدولي في الوضع السوري، تدخل الدولي أو أغلب الدول وأغلب القوى، وكذلك تفويض الأمم المتحدة أو العالم لكيري لافروف لحل المسألة. فبالتالي الهدنة تتم في غرف مغلقة بين كيري ولافروف، وبالتالي الأطراف الأخرى تعلن تأييدها مثلا او عدم. ممكن نضيف شرط انه تكون يعني مسودة الهدنة الكل يطلع عليها مثلا في المرات اللاحقة، ليس كما حدث. يعني اعتقد الموضوع لا يعني ما يتعلق بموضوع الشروط والمسودة، يعني المسائل النظرية. لافروف يتكلم وكأنه يعني كأنه النظام السوري، كأنه لم يخطئ أبدا، يعني كأنه هو الحامي وهو الذي يطبق القوانين الدولية، وهو وكذلك كيري. المسألة هو في الالتزام الأخلاقي من الأطراف ودعم المجتمع الدولي لهذه المسألة. يعني حقيقة المجتمع الدولي بغض النظر عن الموضوع السوري برغم جسامة الجرائم والمشاكل في سوريا وتأثيرها وانعكاسها على كل دول العالم، يعني الآن المسألة السورية تمتد إلى كل مكان. وحتى عندما نقول المجتمع الدولي ربما يعني كلمة مطاطة، لأن يعني ليس كل المجتمع الدولي قادر على التأثير بنفس السوية، والكل يعلم من يتحكم اليوم. يعني هو هذا التفويض الوقطة للافروف كيري، يعني أخذ الحق، سحب الحق من المجتمع الدولي، وكان المجتمع الدولي فقط ينظر إلى، وكان مخجل حقيقة يعني أنه تسأل أطراف المعارضة أو تسأل أطراف الأوروبية حتى فاعلة أنه ما رأيكم بالهدنة، فكان الجواب أنه لا علم لنا بنودي. هسا أنا بس بدي أعلق تعليق، أنا ما أنت قطعتني، أنا ما بدي فوت، أنا أنت ما كملت فكرتي. أنا اللي قصدته أنه لما قرر لافروف وكيري الهدنة أبلغوها إبلاغ ما حدا عارف شو شروطها، نعم نهائي. فلذلك هاي الفصائل أو النظام يعني عندهم إنه أخي ما حدا خبرنا نحن. ودائما أنا بدي أعلق بس على الأستاذ صالح بأنه مين النظام منين بده يجيب له أخلاق؟ هذا مو بده يجيب له أخلاق حتى يقدر يشوف ينفذ الهدن ويعطي المعونات الإنسانية. طب نستنى البريك، ربما بعد البريك بتيجي الأخلاق. سوريا هل تنعم بالهدن؟ فاصل ولا نعود. أهلا بكم من جديد. نكمل معكم حلقة هذا الأسبوع وملفها الرئيسي: لماذا تفشل الهدن في سوريا؟ وكيف يمكن أن تنجح مستقبلا؟ وإلى أي حد ترتبط بمسار الحل السياسي؟ وماذا لو نجحت؟ وكيف كان بالإمكان أن تريح السوريين وتمنحهم متنفسا على الأقل، وربما أيضا أن تريح سائر الدول المتدخلة؟ أرحب مجددا بضيفي في الاستديو المحامي والناشط الحقوقي محمد صالح خليل، وأيضا المعارض والناشط السياسي وليد النبواني. أرحب بكما مجددا، وأرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من جدة، عضو الائتلاف الوطني السوري ونائب رئيس الائتلاف سابقا، دكتور هشام مروة. دكتور هشام أهلا بكم. ثمة أسئلة كثيرة، لكن أود بداية وباختصار أسمع تعقيبكم على حديث جون كيري قبل قليل من هذه الحلقة في مجلس الأمن، وتحديدا إشارته إلى أن الجهود للتوصل إلى حل لا يمكن إنقاذها إلا إذا تحملت روسيا مسؤولية الغارات الجوية الأخيرة، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عن قصف قافلة الإغاثة. هل ترون جديدا هذه المرة في تصريحات واشنطن أم ككل مرة؟ بداية مساء الخير لك وللجمهور الكريم ولضيوفك الطيبين الكرام. تصريح السيد جون كيري هذا اليوم يأتي في إطار عدم أو وجود أزمة الثقة حقيقة ما بين الأمريكان من جهة والمجتمع الدولي والروس من جهة أخرى. للأسف مصداقية الروس بعد سلسلة الأكاذيب التي بدأنا نسمعها وحتى من رأس النظام الروسي هذه المرة، عندما يقول لم يخرق النظام السوري أي الهدن التي تم الإعلان عنها، ثم يأتي الآن لإنكار قصف هذه المساعدات الإغاثية التي تمثل قوافل مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تم تفتيشها، تم للأسف خلافا للقانون 2165 تمت موافقة النظام عليها. يأتي الطيران الروسي وطيران النظام ليقصف هذه المساعدات. نعم هي رسالة واضحة جدا، سبقتها رسائل بنفس المستوى، ولكن هذه المرة يبدو الأجواء أكثر تلبدا ما بين راعيي الاتفاق الذي لم يتم تمديده. تريد بعض القوى بعض الجهات أن تحافظ على بقاء الهدنة، ولكن يفوتهم أن من يصنع الهدنة هو الذي ينهيها. يعني الأسد وحلفائه عندما يبدأون في محادثات سواء حل سياسي أو هدنة أو حتى مفاوضات، فهم حقيقة يعملون من أجل إفراغها من مضمونها، وهذا فعلا ما حصل بالنسبة لي الهدنة الأخيرة. الهدنة الأخيرة سجلت الجهات المحايدة الناشطة على الأرض والجهات معنية بالتوثيق، سجلت على الأقل 254 خرقة، 254 خرقا خلال 7 أيام، أي بمعدل خرقين كل ساعة. هذا هو ذات المعدل الذي كان الخرق أو كانت الخروقات بنسبته في الهدنة السابقة اللي هي هدنة القرار 2268. نعم، عندما توجد المصداقية عند الروس والإرادة الجدية عند المجتمع الدولي بفرض الهدنة، نعم هناك وسائل متعددة. طيب، هنا بالحديث عن احتمالات الهدن ونجاحاتها مستقبلا دكتور هشام، ما هي رؤية المعارضة خياراتها اللاحقة في موضوعي الهدنة أو إيصال المساعدات؟ يعني شو موضوع الهدن وموضوع إيصال المساعدات؟ أمر لابد منه الحقيقة لتهيئ أو لصنع المناخ المطلوب لاستئناف العملية التفاوضية. يعني بدون هدن، بدون للأسف عبارة هدن مخيفة، يعني نقول هدنة إلا إذا قصدنا بالهدن المساحة الجغرافية. في أكثر من مكان، في حمص، يعني في دمشق، في حلب، في جميل. يعني أن تكون الحقيقة ضمن المكان خير أن تكون من أن تنسب إلى الزمان. يعني هدنة واحدة زمانيا ومكانيا شاملة، هذه العبارات لعلها تكون أكثر يعني حصرا لإشكالات عبارة الهدن. بكل الأحوال الهدن يمكن أن تكون خيارا، بل لا بد منها لأي عملية سياسية. طب ماذا أنتم فاعلون دكتور هشام؟ يعني الكل يعرف أنه الهدن لا بد منها، ماذا أنتم فاعلون إذا استمر الواقع على ما هو عليه؟ لديكم تصور لخطة بديلة؟ يعني ما أريد توضيحه هنا، الوضع صعب أن يستمر على ما هو عليه. موضوع السكون السياسي في ظل التحرك الدولي، لا، في مغناطيس يجذب الأمور إلى التحرك. لا يمكن يعني أن تبقى على ما هي عليه. لابد الروس الآن تحت الضغوط التي تمارس عليهم أن يعني يرجعوا خطوة إلى الوراء، قد تكون بمساهمة. الخطوة إلى الوراء أنهم أرسلوا اليوم مساء حاملة الطائرات الوحيدة التي لديهم إلى حوض المتوسط. هل هذه خطوة إلى الوراء دكتور هشام؟ لا أبدا، هذه الخطوة بالتأكيد ليست إلى الوراء. هذه الخطوة لدعم قواتهم العسكرية وإثبات أنهم متمسكون بالحل العسكري، لكن تمسكهم بالحل العسكري هو موازي تماما لمحاولة البروباغندا الإعلامية التي يقومون بها من خروقات، ادعاء الهدن، ادعاء الحرص على الحل السياسي والتخطيط لتفريغه من مضمونه والالتفاف عليه في وقت ولادته. كما تعلم يعني في الليلة الأولى لإعلان الهدنة كان هناك على الأقل 20 خرق تم من النظام ومن طيب دكتور هشام، انا راح تفضل، انا بس راح اتيح فرصه لضيفي ايضا في الاستديو انه يعني يتحاوروا معك، يطرحوا يعني بعض الافكار او يتناقشوها معك. اذا في سؤال سيد وليد. دكتور هشام، يعني غياب المعارضه السياسي ان كان الائتلاف سابقا ولا هيئه المفاوضات الحاليه عن اي علم باللي عم بيصير بالهدن، خلينا بالهدن. ليش؟ دائما الغياب، يعني بيطلع الدكتور رياض نعسان اغا بيقول لك اخي والله ما بلغنا تماما، يعني على الاعلام عم بيطلع عم بيقول لك اخي نحن ما بلغ. طب يعني كمعارضه انت عم بتمثلني، نعم وضحت شئت ام ابيت، يعني انت عم بتمثلني كمعارضه سياسيه بهيئه التفاوض. ليش هالغياب الدائم؟ وشو يعني شو بدك تعملوه كي لا يتكرر الامر بالضبط؟ اجيب ام هناك ملاحظه اخرى او لا؟ خلص تجيب، تفضل. طيب شكرا لهذا السؤال. الحقيقة هذا السؤال على درجة عالية من الأهمية. هذا فعلا يعكس شيء مهم جدا، أن هذه القوى لا تتعامل مع المعارضة، لا تتعامل مع يعني محاولة حل نهائي للقضية. كل ما كان يجري عليه العمل في هذه الهدن أقصد من المرحلة الأخيرة، في عمل من أجل محاولة وقف إطلاق النار بشكل أو بآخر، هدنة مؤقتة إلى أن تنتهي ما يسمى بالفراغ الانتخابي السياسي في أمريكا وتأتي إدارة جديدة للبيت الأبيض. هذه المسألة بهذه الظروف بالتأكيد الروس سيعملون على خرقها. لماذا المعارضة كانت غائبة؟ والمعارضة حاضرة برؤيتها وإن لم تكن يعني حاضرة بشكل مباشر. النظام كان حاضرا، ينبغي أن نكون واضحة، أن نكون الأمور واضحة من خلال حضور الروس والنظام الحقيقة يمثلان كتلة واحدة، كتلة صلبة، يعني يقودها الروس ولا يقودها النظام طبعا. يعني بالنسبة للمعارضة الحقيقة هناك محاولة جادة وواضحة تماما، الروس لا يريدون إلا أن يحجموا دور المعارضة السياسية. الأمريكان في ظل الوصول إلى حل يحاولوا، ما عندهم مانع أن يتوصلوا كانوا إلى اتفاق ثم يأتوا ويناقشونه ثم يأتوا لمناقشته مع قوى المعارضة الأخرى. يعني تسيير الأمور من أجل إنتاج حل، فيقدم أصدقاء الشعب السوري أو من هم قريبون إلى المعارضة السورية التنازلات غير المقبولة لا من الشعب السوري ولا حتى مهنيا. طيب بالإشارة إلى الموقف الأمريكي دكتور هشام، يعني الولايات المتحدة مصرة على أن الهدنة يعني صحيح أنه هي توقفت، لكن الخيار لساته موجود ولم يعني تفقد الفرصة نهائيا. لكن بذات الوقت تساءل كيري، وأقتبس حرفيا ما قاله: كيف يمكن للمعارضة أن تجلس إلى طاولة مفاوضات مع نظام يلقي البراميل المتفجرة ويقصف المدنيين بغاز الكلور؟ إذن عليكم أن تتفاوضوا، وبذات الوقت كيف لكم أن تتفاوضوا؟ حلوها. لا، المسألة مختلفة. هذه رسالة للأمريكان، هذه رسالة لمن يدعم الأسد، رسالة الأسد أنه لا يمكن أن تنجح المفاوضات بظل القصف وبظل عدم إدخال المساعدات. يعني هو يقول عليكم أن تمهدوا لإنجاح المفاوضات، إيجاد المناخ المطلوب لعملية التفاوضية، تماما كما طلبته الهيئة العليا للمفاوضات عندما علقت مشاركتها كما تذكر في الجولة الأخيرة للمفاوضات. قالوا مع استمرار القصف، مع عدم دخول المساعدات، بمعنى عدم تطبيق الفقرة 12 13 14 من قرار 2254، لا يمكن أن تستمر المفاوضات بهذه الصورة، ولذلك علقت الهيئة كما تذكرون مشاركتها. كيري يقول يجب أن يعمل المجتمع الدولي والروس بالدرجة الأولى أن يضغطوا على حليفهم الأسد من أجل أن يلتزم بإدخال المساعدات ووقف القصف من أجل إيجاد مناخ يساعد على نجاح العملية التفاوضية. طيب في جانب موازي دكتور، أفهم ما قاله كيري. نعم دكتور، في جانب موازي الكل يقول الآن إن الفرصة نادرة كي تتلقفها المعارضة السياسية. هناك نحن أمام جريمة حرب كاملة الأوصاف مكتملة الأركان، الفاعل واضح، الفاعل يسهل توثيق جريمته وإثباتها، المفعول به ضحايا مدنيين ومسعفين ترعاهم الأمم المتحدة. ماذا بعد ذلك ينقصكم؟ ماذا أنتم فاعلون أمام هذه النقطة القانونية؟ هل هناك تحرك؟ يقينا، يعني اللجنة القانونية في الائتلاف وبالتعاون مع الأخوة الموثقين فعلا هناك عمل على إعداد ملف كامل لتقديمه مباشرة إلى مجلس الأمن. بالمناسبة بان كيمون اليوم طرح شيئا من هذا القبيل، قال يجب أن تحال الجرائم المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية. أيضا من خلال هذه الوثائق التي طبعا قدمت المعارضة وقدم الائتلاف وقدمت اللجنة القانونية الكثير من الوثائق. نحن عندنا الحقيقة مشكلة الفيتو الروسي، فاتجهنا مباشرة إلى المحكمة الجنايات الدولية، سجلنا هذه الدعاوى أو هذه اليوم. نحن عم نحكي عن جريمة اليوم دكتور هشام جريمة اليوم الكل شايفها والكل مركز عليها اليوم، يعني بما معناه استغلوا الفرصة. يعني حتى جان مارك إيرولت يعني المسؤول الفرنسي قال لن يتم التغاضي عن أي جريمة، والنظام أيضا عم يحكي عن موضوع آخر، استخدم أسلحة كيميائية ولا سلام في سوريا دون محاسبته. يعني استغلوا الفرصة، هذا ما قصدناه. ما تكون الأمور بالعموم أنه النظام مجرم مرتكب الكثير من الجرائم. بس لو سمحت لي أيضا ضيفي المحامي السيد محمد صالح خليل في سؤال، تفضل. أستاذ هشام، من خلال تعاملكم كمعارضة وائتلاف سوري مع روسيا، يعني هل تجدون بادرة أمل أو إلى حد ما حسن نية من طرف الروس في هذه المسائل؟ هذا السؤال الأول. ثانيا، بس واحد، أنا ما عاد في وقت كثير، تفضل الوقت الأقمار الاصطناعي، تفضل دكتور هشام. يعني أنا أؤكد لك أنه لا توجد عند الروس أي حالة صدقية، أي حالة حسن نية أبدا. يعني من يفاوضها، من يحاورها، يتعامل مع القدر الممكن المقبول عندها بحيث تتحقق مصالحها فتتخذ موقفا إيجابيا في الملف السوري. أما من اللحظة الأولى، يعني فعلا من يوم الأول عندما التقت قيادة المعارضة قبل الائتلاف خلال المجلس الوطني وخلال الائتلاف، وفي تقريبا آخر لقاء كان ب 2015، لم يكن للروس إطلاقا أي لا يمكن أن تصدق ما تسمع. يقولون الكلام الذي ممكن أن يريح المستمع، لكن في السلوك السياسي، في السلوك اليومي، في السلوك العسكري هم غير صادقين. لذلك فعلا لا توجد عند المعارضة السورية أدنى شك بعدم مصداقية الروس، وهناك أزمة ثقة حقيقية. بدأ المجتمع الدولي يكتشف حقيقة الدور السيء الذي يمارسه الروس في هذا الملف الحساس 10 جدا. 10 ثواني تفضل. يعني حددوا لنا 10 ثواني، يعني مقابل هذه الكتلة اللي سميناها كتلة يعني روسيا مع النظام، نحن ماذا فاعلون؟ لماذا المعارضة في هذه الحالة؟ طب كمان هناخد بس السيد وليد. بس انا بعد يعني شكرا لك لاجوبتك دكتور هشام، وكانت كثير دبلوماسيه تعود علينا بالضبط هشام. ما دخلت بالموضوع بالاسئله ويعني هي معهودي فيك. بس اصدقاء بعد في اصدقاء للشعب السوري، ما عم نشوف اصدقاء للشعب السوري بعد مصري على التسميه. دكتور هشام تفضل. يعني انا بدي بقول كلمه، يعني لا تنساق الحياة تأتي في سياق الدبلوماسية بقدر ما تأتي السياق في صناعة الموقف. يعني ينبغي أن لا نكون متسرعين أو لا نبحث عن الأعداء أو أن نحول أصدقائنا إلى أعداء. السياسي المخلص في خطيته هو الذي يحاول أن يكتسب خصوم قضيته ليكونوا أصدقاء له بما استطاع بالبحث عن التقاطعات أو توجيه الرسائل الإيجابية أو محاولة الاستفادة من أي ثغرة قد تكون تقاطعات سياسية في مواقف معينة يمكن أن يخترق منها، لأنه نحن عندنا قضية دماء وقضية ليست بالسهل جدا. طيب. ينبغي أن لا نتسرع بكسب الأعداء وإنما نعمل على كسب الأصدقاء وتوسيع قاعدتهم. طيب دكتور هشام سؤالي الأخير، رياض حجاب كان عم يقول انه يعني نحن لا نثق بالروس، ايضا يتحدث جورج صبرا نائب رئيس هيئة العليا للمفاوضات بان الاتفاق وقف اطلاق النار الان ميت سريريا، كيف تتمنون اعادة انعاشه وكيف؟ يا سيدي ان يصدر قرار عن مجلس الامن بتدابير إجرائية حازمة بإلزام الأطراف بهدنة وقف الأعمال العدائية التي صدر بها قرار مجلس الأمن، وأن تتخذ هذه قرار بالإجماع طبعا قرار 2268، وأن يكون هناك إجراءات عقابية رادعة وزاجرة ضد من يخرق هذه الاتفاقية، اتفاقية هدنة، أن يجبروا النظام على إدخال مساعدات وإلا فيدخلوها مباشرة دون حاجة إلى النظام باستنادا للقرار 2265. عندها من الممكن جدا أن تعود الحياة للبحث في إحياء الهدن إن صح التعبير. هنا أصبح فرض للهدنة، وفرض الهدنة من الممكن أن يحرك العملية السياسية وأن يعني يخلق مناخا قابلا لإنتاج حل سياسي. على سيرة المساعدات بمعظمية الشام كان في عم تتسجل أيضا حالة دكتور هشام، يعني مساعدات 3/4 سرق والربع طلع يعني فاسد غير صالح للاستهلاك، فهذه هي نوعية المساعدات وكمية المساعدات التي ربما تصل. هل أيضا هناك يفترض رقابة على هذه المساعدات؟ صحيح دكتور هشام؟ أحسنت بكل دقة. الحقيقة ليست هذه المساعدات اللي ننتظرها، ننتظر أن تصبح ليست فقط دخول مساعدات فك الحصار، وأن يصبح دخول ما يحتاجه الناس، تبدأ مساعدات ثم تصبح حاجات الناس اليومية وحاجات الناس أمامهم متاحة. هذا منطوق القرار 2254 فقرة 12 13 14، الفك الحصار وادخال المساعدات الطبية والإنسانية ثم معالجة ملف المحتجزين قسريا والمسجونين والغائبين. يعني هذه هي هذا ما ننتظر تنظيره المجتمع الدولي. أما تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بما يجب عليه تجاه هذا الملف، ملف الإنساني، ملف المساعدات، وكما ترى يعني الأسد يوجه رسائل واضحة أنه غير مكترث لا بالمساعدات لا بالقرارات الأممية ولا بأي شيء. يعني شارفنا نعم. وقت على النهاية، وقت الأقمار الاصطناعية. أشكرك جدا، ولعلكم الآن يعني أكيد مستنفرون تماما، وخصوصا الهيكل القانوني في الائتلاف يعني توثيق ما حدث و تفعيله والمطالبة بالقصاص من الفاعل. أشكرك جدا نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري سابقا دكتور هشام مروة، حدثنا من جدة عبر الأقمار الاصطناعية. سيد وليد المعارض السياسي المستقل، رح نعمل حلقة وتحكي شو ما بدك بس لكن بموضوع الأداء العام للمعارضة اليوم، إلى أي حد ترتبط الهدن بالحل السياسي؟ يعني موضوع حلقة اليوم، إلى أي حد ترتبط الهدن بالحل السياسي؟ من يسبق من؟ لا يمكن بدء بالحل السياسي الا بعد الهدن، الا وقف الدم. اي حل سياسي الهدن قبل، طبعا الهدن قبل. ثمة من يقول اذا ما في حل سياسي ما راح يكون في ما في عفوا اتفاق سياسي، بلاش كلمه حل، اتفاق سياسي. ما هي لجنه المفاوضات بين الطرفين ما عم بتتم، بين الطرفين كل واحد متمسك برايه. الهدن الحقيقيه المشروطه اللي مثل ما حكى الاستاذ صالح في إلى شروط لتامينها، قانون الفصل السابع، بس اذا دخلنا بقرار ملزم، اذا دخلنا بفصل معناتها في بيتخوف الواحد انه اخي هذا هدن خليها مثل ما هي، وممكن تاخر 4 5 سنوات 6 سنوات بصير في تقسيم غير مرئي. اذا كانت هدن بهذا الطريقه لازم يكون في شروط محدده للهدنه، وقت محدد للهدنه، عدم خرقه، تطبيقها بكامل بنودها، الرعاة أو الأمم المتحدة أو الدول الصديقة للشعب السوري والصديقة للنظام يكونوا قادرين على فرض الهدنة بين كافة المتحاربين اللي هن تنظيم الأسد والمعارضة المسلحة. نعم. فالهدنة بالأول وبعدين الحل السياسي. سيد محمد أيضا كلمة من خلال الظروف والوقائع الموجودة، أعتقد أن الحل السياسي يبدو بعيدا إلى حد الآن، ولكن الهدن هي بوادر خير أو بوادر حسن نية للاتفاق مستقبلا على الحلول السياسية. نعم، أشكرك جدا ضيفي في الاستديو المحامي والناشط الحقوقي محمد صالح خليل على وجودك معنا. شكرا لكم. أشكرك أيضا ضيفي السيد وليد النبواني المعارض السياسي والناشط السياسي على وجودك معنا، واعذرني إذا لم أتح لك يعني كثير من الوقت. أبداً. شكرا لك، وإن شاء الله يكون الهدن دائما قابل للتطبيق لنخفف ألام هالشعب السوري اللي كثير دفع دم وحاجته جد حاجته. هذا إذا كانت يعني الموضوع فقط لا نعلم بيد من تحديدا، هل هو الأطراف في الداخل في الخارج إلى ما هنالك. عموما أشكركما، أيضا أشكر ضيفي الذي كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية السيد دكتور هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري وسابقا وعضو الائتلاف الوطني السوري، وأيضا أشكر ضيفي عبر سكايب من حلب الناشط بهاء الحلبي. نجحت أو فشلت الهدن ستبقى عند السوريين بارقة أمل لالتقاط الأنفس والعودة بالبلاد خطوة نحو الأفضل، خطوة بعيدا عن الجحيم الذي يعيشونه حاليا، خطوة ضمن درب طويل مسافته وزمنه مرتبطان بالضرورة ليس بالإرادة السوريين وحسب، بل بجدية الأطراف المؤثرة والفاعلة إن نحت جانبا مصالحها أو أطماعها أو مساوماتها على التراب السوري وعلى حساب الدم السوري. في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء، بأمان الله.